عن نوح بن أبي مريم عن مقاتل بن حبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثني الله تعالى حين أسري بي إلى ياجوج ومأجوج فدعوتهم إلى دين الله وإلى عبادته فأبوا أن يجيبوني فهم في النار مع من عصى من ولد آدم وولد إبليس ليلة أسري به وفي رواية ليلة أسري بي إلى السماء فيأجوج ومأجوج منهم من هو في السماء ومنهم من هو في جوف الأرض والله أعلم. وقال قتادة ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما هل تدرون ما البيت المعمور؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنه مسجد في السماء حيال الكعبة لخر عليها يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم. وزعم الضحاك أنه يعمره طائفة من الملائكة يقال لهم الجن من قبيلة إبليس. فصل في من يقتل أهل السماء ويعني يأجوج ومأجوج هم من يقتلوا سكان الفضاء أي تقاتلون. وهذا الشطر الذي يهمنا في هذا الباب فيقولون أي يأجوج ومأجوج لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقاتل من في السماء. وفي رواية أبي سعيد حتى إذا لم يبقى من الناس أحد إلا في حصن أو مدينة فيقول قائلهم أي رئيسهم وسيد ياجوج ومأجوج هؤلاء أهل الأرض قد فارغنا منهم ولننزلن أهل السماء أي سكان الكواكب الأخرى فيرمون بسهامهم وفي رواية بنشابهم فيردها الله عليهم أي نشاب مخضب دما فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء والله أعلم. وقال الحسن ابن عطية يأجوج ومأجوج أمتان في كل أمة 100,000 أمة لا تشبه أمة أخرى لا يموت الرجل منهم حتى ينظر في 100 عين من ولده. سبحان الله هذا دليل على أن يأجوج ومأجوج أصناف منهم من يشبه الظباء ومنهم من يشبه الغزال والماعز ومنهم من يشبه الكلاب ومنهم من يشبه النمور والأسود ومنهم من يشبه الحيات وهكذا والله أعلم. فصل أخرج الحاكم ابن مرداوية من طريق عبد الله بن عمرو أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم ووراءهم 3 أمم ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته 1,000 صاعدا. وأخرج عبد ابن حميد بسند صحيح عن عبد الله بن سلام مثله. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عمرو قال الجن والإنس 10 أجزاء ف9 أجزاء يأجوج ومأجوج وجزء سائر الناس. ومن طريق شريح بن عبد الله عن كعب قال هم 3 أصناف صنف أجسادهم كالأراضي وهو الشجر الكبير جدا وصنف 4 أذرع في 4 أذرع وصنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى. وأخرج أيضا الحاكم من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس يأجوج ومأجوج شبر شبر وشبرين شبرين وأطولهم 3 أشبار وهم من ولد آدم والله أعلم. عن سعيد بن وعن سعيد ابن بشر عن قتادة قال ياجوج ومأجوج 22 قبيلة بنى ذو القرنين السد على 21 وكانت منهم قبيلة غائبة في الغزو وهم الأتراك أو الترك فبقوا دون السد وأخرج ابن مرداوية من طريق